ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ يا حبيبتي وحشتيني يا ضنايا، وحشتيني انت، وحشتيني. الف سلامه عليكي انت. طب ليه اسنانا بقى يا عم الحاج؟ ربنا يطمنكم عليه. والعصير يا اختي اللي كنت بتعمليه ده بقى، صوب لنفسك يا عم الحاج، انا مشواري طويل واولاد الحرام كتير. سلام عليكم. الحمد لله يا جدر ولطف ان السندس كانت تعبانه وروحتيها قبل الولعه، عشان انت عارفه لما بتشوف ولعه بيحصل لها ايه. انت ليك اعداء؟ في بينك وبين اي حد مشاكل؟ اعداء ايه بس يا سعاده البيه؟ هو احنا اسرائيليين ولا حاجه؟ ده بطن البقره ده هي اولها يجيب اخرها، كله عارف بعض. وبعدين الست جمالات ما بقالهاش كتير عندنا هنا، يعني عشان تعمل اعداء ولا حاجه؟ قدر الله ما شاء فعل، ربنا على الظالم وابن الحرام والمفتري. وانت يا اختي جمالات لابد ان تكوني في كنف رجل يقف بجوارك، واعتقد كلامي مش غلط يا اخي شكري. اعوذ بالله، ولاد الحرام مالوا الحته، لكن قسما عظما لو ايدي اتحطت على اللي عمل العمله السودا دي لكون معلقه على باب المحل ومشفيه ومطلع من جدتك منبار والقوارع ولعب راس ومخش. اخلص انت خالص، مش عايز كلام كتير. جمالات خدي مديل على المحضر ده، ده محضر كده روتيني، وانا في اسرع وقت هجيبهولك مرمي عندي في الحجز. لا انا مش عايزه محاضر وقسام وقضايا، انا خلاص متنازله على الحق ومسامحه خلاص. متنازله ايه؟ بقولك ده محضر روتيني وسيبيه لنا الباقي. نهار اسود على السنين السودا، ايه اللي عمل في محل البنت كده؟ مين اللي عمل العمله السودا دي؟ كفايه بقى القرف ده، مش عايزه تفوقي لنفسك؟ عاوزني اخف؟ انت عايزه تخف؟ انا لا، بس لو لقيت حد عايزني اخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم انت تبقى عايزه تخفي عشان نفسك. انا ممكن اخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني ادمين طبيعيين زي اي اتنين، وحياتنا ماشيه. اوكي هتبقى ممله بس ماشيه. انا مشكلتي الوحيده ان انا حياتي واقفه. حبيبتي انا مش مصحه علاج ادمان، لو عايزه تخفي علشان نفسك اهلا وسهلا، انا هقف جنبك وللاخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك. ايوه يا ياسر. لا 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 انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا، والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقهريش روحك كده خلاص. هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك دي حل حاجه فكرت فيها تسليكي بدل القعد؟ انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسه بيه. ماشي يا اختي، سيبنا لك الحساس، بس برضك ما تقهريش في روحك كده. ولو القعدة هتكبك اكتر ما انت مكؤوبة، ومنزل مع المحل فكي كده. قومي يلا. ريحتي حلبس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل، انا كلمت بابي ودينا وهيجولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكاية نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى، انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحيه، وابوك اللي عمال ينطلنا كل شويه في قلب المنطقه من ناحيه، والولية الفراشه اللي بتاعها جت من بره مصر من ناحيه، حراسي عشان انت بقيتي عامله زي ايه؟ زي اللي مؤاخذه الجاموسه اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعماله تخبط في الحيطان قبل ما تقع. جاموسه ايه يا بني ادمه يا معفنه انت؟ شايفاني قاعده ومش طايقه نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغايه ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليكي، انا وعماله اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه، ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحسيه. قالوا كل ده مش عاجبك كلامي. يا شيخه روحي كده وتشبه الملكانات اللي كنت حاطاهم في قلب الباترين دول، حتى دول ما استحملوش قعدتك ولعوا كده. انا اللي هولع منكم العيشه دي، انا هتجنن. يقرفكم. كل يا وش سعد كل، انت اصلك ما بتنخعش الكلام الحلو الا لما بتملى كرشك كده، ويلا كل من النقانق. يلا اديني في الوحي يا عم الشباب وعم الرياضه. الوحي بتاع ما بينزلش معايا غير وانا باكل، يعني هو معايا دلوقتي لسه جاي قايل لي حته حاجه تحفه. اديني انا واقف ارضي واقف طولك، ترابات ترابات تاخدي عمري كله
مني بصة طولك رارا موسوكا نمرة واحد الله الله مفيش أيوة موسوكا نمرة واحد أيوة مفيش أيوة هيحبك زي أنا موسوكا بيحبك أيوة ده حبك فيا بيتمادى بعشقك يا بياض وبحبك حب عبادة الله بعشقك يا بياض بحبك حب عبادة دي القهوة من غير سكر من ايدك ام سوكا اديني اوبا اوبا بصك زي الحليب الله الله اشتوى علي يا زميل ايه الجمال ده يا العسل ده عسل يا ام سوكا الواد ده بيقول حكم والله يا عم الشباب والرياضة يا حبيب والديك عشان تدعيلي الاغنية دي يما الاغنية التانية الاغنية الاولانية يما بقى ما تعرفيش ايه اللي حصل مكسرة الدنيا شغالة في التكاتك والميكروباصات المنيب شبرا كيت كات وكل الحوار يما الله هو انا غريبة يا ولا ما انا قلت لك قبل كده ان شاء الله هتكبر وهتلعلع وتبقى زي الله يرحمه ويحسن اليه ويفشفش الطوبه اللي تحت دماغه محرم فؤاد ان شاء الله خد يا ام اقول لك نعم. عايزك عشان اودع الوش بقول لك ايه انا جيلي اربع افراح اروح انا فرح فيهم يا واد يا واد قول خمسه يا ولا عشان العين العين فلقت الحجر مش هتفلقك انت يا منيه عندك حق خمسه 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 بتخمس في وش امك يا ولا ده انا امك يا ولا حبيبتك اللي تتمنى لك الرضا والعز كله يا رب يا رب يرزقك بخمس رقصات يرقصوا وراك وانت مطرب كبير قوي 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 في سماء الفن يا رب يسمع من بقك ربنا خمس رقصات ست رقصات اروح انا فرح فيهم روحهم كلهم يا واد اطلع من ده خش على ده اطلع من ده خش على ده انت خلاص بقيت مطرب كبير قوي ومطلوب والدنيا كلها عايزه وهم غصب عن عينيهم يقعدوا يستنوك ما تبقاش عبيط يا ولا اوعى حد يستعبطك الاتفاق كله هيبقى معايا انا الفلوس هتبقى معايا انا اوعى دي مش عربيه كبده لا يا حبيبي ده مغنى مغنى مين اللي وزوكوا تولعوا في محل البيت يا ريبتي لا 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 احنا شمال بس لحسابنا ما نحبش نشتغل عند حد احب اعيش حر طليق المحل بتاع المؤاخذه لا مش سكتنا احنا بنحب الانحراف قوي على فكره ما تشوف يا قبلة العلم مستشيخة يمكن ولقوا فيه عشان التماثيل العريانة قعدي يا قبلة قعدي اشربي حاجة وخلي إبراهيم يحللك الموضوع أخ جاني طعوم ده أنا نسيت إنه سابك ولا مؤاخذة وراح يشوف سكته في حتة تانية سوري هي القبلة كوريا الشمالية ولا الجنوبية؟ تصدق يا أخ مروان أنا أحب مصر لا مو بس أحبها أنا أعشق مصر لازم بالسنة مرة مرتين لازم أزور مصر أتمشى بشوارعها أكل بمطاعمها أركب فلوكة في النيل لكن أنت للأسف معتقد أن كل الناس أغبية وأنت الذكي كل الناس عميان وأنت المفتح صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ جاسم خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي أنت عايزها بس خلينا نخلص ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم غبياء وانت الذكي يا اخ مروان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين انا لا اقبل الشيكات اقبل فلوس نقدي يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي يورو ينطح يورو نجيب لك كاش منين